والريح مسك والجسوم نوائر واللون كالياقوت والمرجان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. هدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فأسأل الله أن ينفعك به. غزونا الروم سنة 38 وكنا جماعة ورفقة من أهل الجزيرة وأهل الشام في موضع واحد، وكان معنا مسلمة بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك، وكنا نصلح الرحال ونعد الطعام لأهل الجيش. وكنا في ذلك الوقت كان معنا رجل يسمى أبو سعيد، وكان له حظ من العبادة والتقوى والزهد والورع، وكانت النوبة معي معه في يوم من الأيام، فتناوبت أنا وهو ذات ليلة في الحراسة، فوجدت من طول صلاته وقيامه وركوعه وسجوده ما جعلني أحتقر نفسي، وعلمت أن له جلداً وقوة في طاعة الله وعبادته جل وعلا. فأصبح الصباح وهو في أشد حال وفي أشد احتياج إلى الراحة، فقلت له: يا أخي نم قليلاً تستريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر عنه: أكلفوا من العمل ما تطيقون. فقال: يا أخي إنما هي أنفاس تعد وأعمار تفنى، وأنا أبادر أجلي وعمري، وأرجو من الله أن تحتسب هذه الأنفاس التي في الجهاد في سبيل الله عنده في يوم القيامة. قال: فأعجبني كلامه، ثم قلت له: عزمت عليك أن تستريح. فذهب إلى خيمة يستريح فيها، وأقمت أصلح الرحال وأعد الطعام وأهيئ السرج والخيول للمجاهدين والمقاتلين في سبيل الله جل وعلا. وبينما أنا كذلك إذ بي أسمع صوتا من داخل الخيمة: يا الله، إنه صوت أبو سعيد. فاقتربت فدخلت الخيمة، فإذا هو يقول: لا أرجوك، الساعة الساعة، الساعة الساعة. ثم وثب من مكانه ونهض من نومه فزعا، فاحتضنته إلى صدره وضممته مدة وجعلت أسكن روعه وأقول: لا بأس عليك. فقال: إني رأيت رؤيا. قلت: حدثني. قال: يا أخي أو تعدني ألا تحدث بها إلا بعد وفاتي؟ قال: قلت له: نعم. فقال: إني رأيت أن الله قد أقام القيامة، وقد انصرف الناس إلى عرصات وساحات يوم القيامة، فجاء إلي رجلان من أحسن الرجال هيئة وأجملهم لونا ومنظرا، فقال لي: أنت أبو سعيد؟ قلت لهم: نعم. قال: انطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك من النعيم المقيم، فلقد كشف لك عن ثواب عملك ولقد أعطاك الله سؤلك. فانطلق بي حتى دخل بي إلى قصر أبيض منيف كبير، وإذا في وسط القصر غلمان وجواري، وإذا هن يقولن: أهلا بولي الله، ومرحبا بعبد الله، وأهلا بالمتقين، وأهلا بالصالحين، حتى ولجنا إلى شرفة، إلى مثل شباك أو سرير أو طاقة، فولجنا إلى غرفة كبيرة متسعة فيها أريكة عظيمة، وإذا عليها امرأة حسناء جميلة، فقال لي هذين الرجلان: هذه زوجتك. فجلست عندها، قلت لها: أين أنا؟ قالت: أنت في جنة المأوى. قلت: من أنت؟ قالت: أنا العيناء الخالدة، أنا زوجتك. فقلت: دعيني أضمك. قالت: لا، إنك راجع إلى الدنيا، وإن إفطارك عندنا بعد 3 أيام. فقلت: أرجوك، فالساعة الساعة، الساعة الساعة. قالت: لا. فوثبت إليها، فذلك عندما قمت من مقامي. فقلت له: يا أخي، يا أبا سعيد، أحسن ثواب عملك، وأعد شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أعطاك، فلقد كشف الله لك عن الخيرات التي ستكون لك بإذن الله في الجنة. ثم وثب من مكانه وقام ولم يأكل طعاما، وقال: إني اليوم امرؤ صائم، فإن إفطاري عندها في الجنة بإذن الله. ثم لما احتدم القتال قام فأبلى بلاء الشجعان، وقتل من العدو خلقا كثيرا. فلما رجع من القتال قابلني أصحابه وقالوا لي: يا أبا، وقالوا لي: يا هشام،
هشام لقد صنع أبو سعيد شيئا ما رأينا أحدا صنع مثله. قلت وما صنع؟ قالوا ما زال الرجل يطرح نفسه تحت سهام العدو وتحت مكايدهم وعند حجارتهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه، لم يصبه لا ضربة ولا سهم ولا رمح. فقلت آه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم أصبح يومه ثانيا صائما مرة أخرى، فذهب إلى ساحة القتال فصنع كما كان يصنع في المرة الأولى، ثم جاء في اليوم الثالث صائما مرة أخرى حتى مضى إلى ساحة القتال. فلما آذنت الشمس بالمغيب، لما أرادت الشمس أن تغرب، نظر رجل من فوق حائط الحصن إلى أبي سعيد وهو يقاتل، وهو شاب جلد، فوضع السهم في كبد القوس ثم أطلقه فرماه فوقع في حنجرته. فقلت للناس أيها الناس ابتدروا أخاكم، الحقوا أخاكم. فجعلوا يجرونه ويسحبونه بعيدا عن ساحة المعركة، فجئت إليه وقلت له أسقيك ماء أسقيك ماء؟ قال لا لا يا أخي، إن إفطاري عندها. فعض على شفتيه وابتسم وقال اكتم أمري حتى أموت. فلما مات رفعت صوتي وناديت الناس، فاجتمع علي الناس فحدثتهم بقصته، فوجلت قلوبهم ودمعت عيونهم وتشجعت أبدانهم، فحاصوا حيصة الحمر الوحشية حتى فتح الله حصن الرومان عليهم. فكان ذلك من بركة هذا الرجل الصالح الذي مات وهو موقن أن إفطاره عند هذه الحورية الجميلة في الجنة. بالله عليكم يا شباب المسلمين، يا من تفتنه بنات الدنيا، يا من يفتن بزينة وحسن نساء الدنيا، أسألك بالله هل فكرت فيما أعده الله لك في الجنة؟ يا أختي، يا من تغترين بجمالك وقوامك فتتبرجين وتتزينين، أما علمت أنك لو أخفيت هذه الزينة ستكونين في يوم القيامة أجمل من الحور العين في الجنة؟ اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ربنا ورب كل شيء، ارزقنا الحور العين في الجنة، ارزقنا الحور العين في الجنة، زوجنا بالحور العين في الجنة. اجعل يا رب غاية ما يطمح إليه شبابنا الجنة وما فيها من الخيرات، اجعل غاية أمانينا وأسمى أمانينا أن نصل إلى الجنة وأن نقابل فيها نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتمتع فيها بما أعطيتنا من النعيم. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم جنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، إنك على كل شيء قدير. يا رب اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا، تجاوز عنا تجاوز عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، سامحنا يا رب سامحنا، أنت أهل التقوى والمغفرة يا رب، سامحنا يا رب، أنت أكرم وأعظم عفوا وأكبر جودا، أنت الغفار وأنت التواب. الليلة أعتق رقابنا، الليلة أعتق رقابنا، الليلة تجاوز عنا، الليلة اجعل مثوانا الجنة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. يا رب من كان من شبابنا معنا الآن يسمعنا أو يشاهدنا في قلبه حب لمعصية، انزع من قلبه حب هذه المعصية وأبدل مكانها حبه وحب جنتك وحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحب الحور العين والشوق إلى لقائهن. يا رب من كانت من نسائنا الآن تسمعنا معنا الآن في قلبها حب للدنيا وشهواتها وآثامها، انزع من قلبها كل هذه الآثام وأبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب جنتك والصبر على طاعتك حتى تكون أجمل من الحور العين في الجنة، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها يا شباب، ها يا فتيات، بعد هذا هل يمكن أن نقصر في طاعة الله؟ بعد أن سمعنا هذه الأوصاف الجميلة وهذه الخيرات وهذه النعمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى للصالحين والمتقين، ينبغي أن نبادر وأن نشمر. دعوني ألقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة مع أشجار الجنة وظلالها وثمارها. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاشق حور الحساب، أنا عاشق
عاشق روض الجنان، أنا عاشق حور حسان، أنا عاشق ذاك السجود يقودني نحو الأمان.